استهلت الحكومة اجتماعها برئاسة شريف إسماعيل بالوقوف لمدة دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، مشددة على عزم الوطن في استكمال معركته ضد الإرهاب في كافة ربوع البلاد. في سياق آخر، وافقت الحكومة على مشروعي القرار الجمهوري، أولاهما وهو الخاص بإعادة وتنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والتي تضم 24 مستشفى، والآخر وهو الخاص بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة بطول 14 كيلومتر غرب مدينة قمصة.